لقد قبلت العرض وسنلعب مباراة فاصلة. لا يمكنني مبارزتك، لست طبيعية. لنبدأ. انتظري، ستنتقمين بعد أن تأتي لي بالميراكلس من الدعسوقة والقط الأسود. أعرف يا هوكموث. إلى أين تنوي الذهاب؟ اذهب إلى هناك ولا تغضبني. ما رأيك أن أحاربك معه؟ متصل بيدها. انتظرني قليلاً يا إدريان، يجب أن أنتهي منها أولاً. ولا تقلق، لن أترك أمرك، سأعود لك. لا تجعليها تقترب، ردي الهجمات. شكراً، هيا ابتعد عن هنا، هي لا تستحقك. احذري يا دعسوقة. أأنت بخير؟ أنا بخير. يجب أن أخرجك من هنا بعيداً عن تلك الفتاة. تبدو كخطة. أي نوع مبارزة هذا؟ لم أرى مثلها من قبل. من الصعب قتلها وحمايتك في آن واحد. أين القط الأسود؟ ربما يكون مشغولاً؟ دعوني أقول لكم القاعدة، القتال سيظل مستمراً. إدريان لي، سأهزمكما أنتما الاثنين، أنا الأفضل في المبارزة. لا أحد ينكر ذلك، صديقتي مارينات أخطأت التحكيم. هو على حق، أخطاء التحكيم واردة تماماً، الأمر لا يستحق الغضب. أنا واثق أن مارينات لم تقصد إهانتك. بالطبع لا، أعني متأكدة أنه كذلك. لا مجال، الخطأ حدث بالفعل، هذه المرة سأكون أنا الحكم. إدريان ابق بالخلف. تأخذ الكثير من المخاطرة اليوم. ليس لدي أي خيار، علي مساعدتها. لا أجمل. إدريان أنت بخير؟ أجل، ماذا عنك؟ سأكون بخير لو بقيت بعيدا، هيا لنذهب. اضغط للمزيد من فيديوهات قناة ديزني، ولا تنسى يمكنك مشاهدة قناة ديزني حصرياً على قناة OSN.